السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل لايك ونعمل شير لو عجبنا الموضوع عشان غيرنا يستفيد منه. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو الذكاء في المجال الرياضي. الرياضي يحتاج عند ممارسة الرياضة إلى نسبة كبيرة من الذكاء، والذكاء ده بينتج نتيجة المواقف الصعبة اللي بيمر بيها أثناء التمرينات. لازم يبقى عندنا القدرة إن احنا نفرق بين الألعاب الرياضية التي تحتاج إلى نسبة كبيرة من الذكاء، والألعاب الرياضية التي تحتاج إلى الخطط المختلفة. نتكلم بعد كده عن مفهوم مهم جدا، وهو اسمه ذكاء اللعب. لازم نبقى عارفين إيه هو مصطلح ذكاء اللعب بالنسبة للرياضي. هنقول إن هو القدرة العقلية على حسن التصرف وسرعة التصرف أثناء المواقف التي تمر بيه أثناء التمرينات. بعد ما عرفنا مصطلح ذكاء اللعب، في علاقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن هي إيه؟ كلما زاد الذكاء الرياضي لدى اللاعب، زادت قدرته على حسن التصرف أثناء المواقف الصعبة اللي بيمر بيها أثناء التمرينات. يبقى لازم نفرق بين الذكاء العام والذكاء الخاص. فإحنا في حياتنا اليومية بنستخدم كلمة الذكاء دي بشكل عام، فبنقول الشخص ده ذكي، الشخص ده متوسط الذكاء، الشخص ده منخفض الذكاء، وبنربط كلمة الذكاء دي بحياتنا اليومية. فيبقى احنا قلنا ان احنا لازم هنفرق بين الذكاء العام والذكاء الخاص. فهنقول ان الذكاء العام هو ادراك الفرد للعلاقات بين الاشياء والمواقف المختلفة. الذكاء الرياضي هو ادراك الرياضي لمواقف متعددة اثناء التمرينات للوصول للحل الامثل. هنختص في كلامنا النهاردة عن الشخص الذكي، وهنقول مميزات الشخص الذكي ايه. اول حاجة القدرة على سرعة المعرفة، رقم واحد. رقم اتنين سرعة التعلم والقدرة على اختيار الحلول. رقم ثلاثة سرعة الإدراك في المواقف الصعبة. رقم أربعة القدرة على التفكير وربط الأمور ببعضها البعض. رقم خمسة القدرة على الإبداع. تؤثر على تقسيمات الذكاء، هما اتنين: عوامل بيولوجية وعوامل سيكولوجية. العوامل البيولوجية طبعا احنا عارفين ان هي مختصة بالعوامل الوراثية. عوامل السيكولوجية ديت مجموعة من خصائص جسمانية متعددة، فهم المشكلة وحلها، القدرة على النقد الذاتي. عوامل تحدد مستوى الذكاء: رقم واحد الوراثة والبيئة، رقم اتنين البيئة العائلية، رقم تلاتة الجنس، رقم أربعة مستوى العمليات العقلية، رقم خمسة الذكاء والبيئة، رقم ستة الذكاء والخلق. ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو الفيديو عجبك دوس لايك.